سيدي طاحت وانا شال، لانه ما يدرى كم وزنه، كيلو لو ازيد. كم علي وزنه؟ كيلو ما كذا، بتلقطه كيلو ربع كذا. نشيت الضحى وتسبحت، الله يعزمك وسام عيد، وتمسحت وسرت وصليت، ويا ستريا من هايك الساعه لين الحين، وهو من الساعه 11 الا انا في العربيه، الا غيرت تاكسي، الا ملقت شتين، ومن هاي الساعه لين الحين تو هذا. وتم بيوعي من البارحه، لاني سرت البارحه شهر جامعه الدول، وشربت عصير مانجا عند فرغلي وسدني. لكن يومية الساعه 2:30 مت مليوع، بس ما لقيت شيء اكل، وقلت في خاطري بنطبن، وانطبنت ونشيت بعد ميت مليوع. تاخر علي ترى الحين هذا في الصيف في مصر، احسن ما يكون عندهم التين الشوكي والتين البرشومي والعنب. والتين الشوكي عاد الحين، عاد الحين التين الشوكي موسمه، شرط ما الورد فيه طعمه، هذا الشيء الزين عاد وغاوي والله ولذيذ. هلا يا منى، عاملة ايه؟ كلكم كويسين؟ الولاد فين؟ محمد نزل عند عمته؟ يا كذا عبد الرحمن كله لسه كذا. نزل؟ هتعمل اكل ايه النهارده؟ يعني ايه مش عارفة؟ ما عندك الثلاجة فيها الأكل؟ يا كله كذا. عندك اللحمة ولا عندك الفراخ؟ أبدأ؟ أيوة يا منى، عاملة ايه؟ برن عليك كذا مرة ما ردتش ليه؟ كلية كذا، المهم لا رن الولاد عليها ولا فين؟ شيء، اتوسط متفيزر. طيب مساكم الله بالخير. اليوم ما ظهرت ابدا، من يوم تحيدون اصور لكم العنب والتين هذاك البرشومي، حب البرشومي الشوكي ابدا والله. حتى الجيم ما صرت اليوم، تعايز عيبتني التيليغات، عزمت له من البلكونه بين تليفونات ومسجات، وخطف علي الوقت. تحيدون ابو سيف اللي خبرتكم عنه، اللي عازمنا قبل يومين ثلاثه في المطعم الهندي، اليوم بعد وحليله اصر اللي يعزمنا في الفستيفال سيتي اللي في مصر. عاد تحيدوني، ما يعيبني حد يعزمني شيء مال بلاش، شفن بلاش بموت ابوي هنا، وما بارك عاد ريال مؤدب وخير دبلوماسي فنان. يعني هاي كايرو فيستيفال سيتي يمكن لها حين من سنتين سنتين ونص، لكنها شوف اشوفها مشروع قمه في الضخامه، يعني حجما هذا المكان اللي نحن فيه ما شيء كبره، كبر مدينه محمد بن زايد باربع وديات تقريبا، او ما يقارب يعني كبر قد المزهر، المزهر قد المزهر يعني تقريبا باربع مرات او ست مرات يعني. والمشروع ككل اسم التجمع الخامس، من ضمنه المشروع هذا اللي هو فيستيفال سيتي، القاهره فيستيفال سيتي. يعني القاهره فيستيفال سيتي يعادل مساحه في دبي فيستيفال سيتي سبع اضعاف، سبع اضعاف. يعني في كذا وكالة سيارة، في مثلا ويز ار اس، في الهوم سنتر، في اللولو، في كل شيء يخطر في بالك. ناهيك عاد عن الحفيزات العادية يعني اللي هم شرات اللي عندنا بالضبط، لكن هذا حجما والحفيزات اكثر. يعني الحين كيف بفهمكم هذا المجمع الخامس؟ على سبيل المثال مثلا في ابو ظبي الاول شارع اخترا وشارع حمدان. تحيدون في ليج التيار ابو ظبي وين؟ في ليج التيار لين دلونه. انزين اصل وين كانوا هايل؟ كانوا شارع حمدان وشارع الكترا في هاش المناطق. عقب ابو شيء منهم تحولوا الكرامه، وعقب من الكرامه تردوا ابوي اتفقوا كلهم لقطوا لهم البقعه هاي كلها وقيطنوها كامل اللي خبرتكم عنها. تحيدون يعني كم استوى؟ ثلاث اربع تنقلات لين وصلوا في ليج التيار الحالي. انزين نرد في مصر حاليا. بالنسبة حق مصر أول بادي ترى في وسط البلد كانوا، عقبه تحولوا أبوية مصر الجديدة، عقب الحين التجمع الخامس هذا آخر محطة لهم. يعني حاليا وين تحولوا فريج التيار بالنسبة حق مصر؟ من عقب مصر الجديدة تحولوا التجمع الخامس. التجمع الخامس الحين كلهم تيار مصر موجودين فيه. في هالتجمع الخامس شيء قسم اللي هو حين اللي أرمسكم من هذا الفستيفال سيتي، من سنتين فاتحينه، أكبر مشروع عندهم هذا هو الكايرو فيستيفال سيتي، هذا كامل مال مايد الفطيم، هو وما حاش حوش بوكالات ودنيا وعلم وخبره كل شيء. عمري سنتين وانا مش مقتنع اني اي بيني وبينكم، اليوم اقنعني الرجال هالدبلوماسي، اقنعني دبلوماسيته ويابني هالمكان. اول ما جيت عاد تحيدون ما تغديت انا ولا تريت، تحيدون بتريج مخبرنكم تين
شوكي وعنب. جينا وتغدينا سيده. اول ما جيت المكان ولن يعني مكان شو اقول لكم الحين على ما تشوفون ها شيء غريب تشوفونه الحين. هذا هذا هاي البوابه حينه. شو هالعالم كلها هالضويل هالضويل ها شوف امه لا اله الا الله هاكلها في البوابه هاكلها بوابه المول يكاد يكون عبق الامارات فيه. شو السبب؟ حيدوا روحكم بنفطين بعد ما يبال رمسه ما هي 99% منه تقول كأنك في الامارات والواحد بالمية هذا عاد هالمصر ما شاء الله عليهم حيدوا ما يبال رمسه. شو الحين مشغلين لهم هاي النافوره الراقصه ونحن في دبي ابوي مشغلونها صبح ومساء ما حد يصفق وهني من يسوون حركه صفقوا كلهم. المهم المطاعم زينه مب زينه زينه لا زينه جيتك عم ما تقول ما جيتك. الحين من يخلص هالعرض مال النافوره فتلقط تصفيج مال احد غير تحرى خاف عروس ويهيلوا من الطيح هاي ما يخلص العرض ازم التيهيل مال احد. زغاريط المصريات يشل لنا الدنيا فوق روسنا. الحين لقيناه اسمه اوليفز اند شو اسمه ابو سيف شو اسمه المطعم اوليفز اند اويل هادو ها يعني اذا مديحي انا اعطيه 70%. انا الحين طلبنا مزات بس كله سلطات حار يعني تقريبا بين 65 و70 بين 65 و70. انا ما طلبنا المندش طلبنا يعني كله سلطات بارده وحاره مزه. المكان يعني يستاهل العنوه انك تي العالم وايدين يجون اللي يجون مصر كلهم يوم انا ما جيت يعني على هالاساس مصورنا وياي زلي. المسافه من فندقنا لين المكان هذا لين فيستيفال سيتي 15 كيلو يعني 20 دقيقه تقريبا او 22 دقيقه. والطريق مفرز ما في زود زحمه ما شيء زود زحمه زين سالك الطريق والمكان نظيف وفنان يستاهل العنوه. وانا بيني وبينكم ما شفت وايدين عرب يعني من الخليج ما شفت وايدين موجودين كلهم مصريين لكن من الهاي كلاس بيبل الناس الراقين يعني. الحين انا مثلا نزلت في اليويل هذا كله في ناس اليويل نزلت مكان والله وايد فنان عالم خلق الله ما خلق. هذاك وين ابوي مطعمنا وين كنا حينه هاي الطاوله وين سلطوانه هايتي سلطوانه العريضه هناك وين توني كنت اصور. ونزلنا ابوي من الدري هذاك ها وين هاي وين هاي الحرمه بالوردي هي الطريق هذا وهذا المدخل الثاني عده وهذا المدخل الرئيسي ماله ها هو شفتوها البوابه هاي عده بوابات له لك 600 بوابه. هذا مدخل المول مين انترست. بالنسبه لرواد مصر واللي يحيدون عمارهم يعرفون الانتر كونتيننتال اللي في السيتي ستار هذا بعيد اخير عنه بعيد انظف واكبر واشرح. شوف كل شيء موجود عندنا موجود هذا استديو مصر حاكم ما يسمونه كل شيء الموجودات في مولات دبي مولات الامارات كلها موجود. تقول نسوي له صورة طبق الأصل يعني كل شيء كل يعني اللوادم اللي هي موجودين ما تقول من مصر هاي. أروم أطلق على المولات هاي الأسم مولات التيار بالنسبة حق مصر بالنسبة حق مصر مولات التيار أكيد. وبالنسبة لنا نحن مولات سائر القوم يعني لمن يرغب من القبائل هنا شو التحرر. وانت داخل هذا التفتيش ها وانت ظاهر عاد ما شيء تفتيش بعدك صورهم يفتشوا وانت ظاهر. والله بغلب عنهم ما شاء الله عليهم. وهاي عاد الممرات الخارجيه بلاد اقول لكم ما لها اول من اخر هالبلاد بقعه كم كبرها اللي مسواي لها فيستيفال سيتي هاي. السلام عليكم يا حق زيك تقول كانك ساير قريه كامباوند كبير من هالقرى السياحيه شيء بس ما شاء الله القمر عندهم ييح. احيد الاول واحد مدرس عندنا في الكندي بحريني يسمونه استاذ ما ادري شو الحايك من يشوف شيء القمر كامل قمر شقوقي والماي يسجل صيد حلالي هوب هوب يعني على اساس انه يمدح القمر الحين او القمر شقاقي والماي يسجل والصيد حلالي والهوب هوب يعني مره
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابوي خلصنا الحين من الفيستيفال سيتي، وين بنسير ابو سيف؟ داون تاون. داون تاون مول هذا؟ مول مفتوح. هذا ابوي مول مفتوح يعني شيء طلق، مش مسقف شرط هذاك مسقف، ما بمسقف شرط هذاك، يعني شيء طلق وشيء مسكر. وهب بعيد عن هذا، وكلهن جريبات بعد بعض يقير. هذا اللي نحن كنا فيه، هذا ايد عن هذاك. انزين الحين بالنسبه ابوي حق ابوي تركيا، واللي استوى في تركيا وامور تركيا وطحنها اللي بصاير هناك والانقلابات، تحملوا على عماركم. ليه في الفندق ابوي يلزم فندقه، وليه في مستشفى يلزم مستشفاه، ولا تجلسون تسيرون اماكن التجمعات، ترى كل حد محذرنكم. وبالنسبه للي ناويين يسيرون يعني اليوم مباشر وعقبات، ها كلهم ابوي يكنسلون سيراتهم لين ابوي تستقر الامور. قرون ابوي في بيوتهم عند هاليتهم عند حريمهم عند عيالهم، ولا يتعنون. وانقره تعذركم تقول واذا الله ما شاركم لا حد يطيح. وانقرة روحها بخبرت النقات يقول حقها لبلادك وحقها الخليج كلهم، وإذا الله من شركم ساقين على الشر يا الله، تقول ساقين على الشر يا الله، ساقوها على الدابة ردت في سربها. أبا الفكاك من شوفها كل خليجي لين تستقر أموري عقب حياكم الله. اسطنبول روحها محلفتني قالت وخلالك من عند غالي، تقول حقها الإمارات لا حد يطيح علي التراب أبدا لين أغدي بخير وسهالة. ترى أموري هب مستقرة هنا، هاي اسطنبول تقول لي روحها أموري مس هب مستقرة، والله هني أنا في الصحة وأبشرك من غادي بخير بخبركم كلكم. هذا اللي توني خبركم عنه داون تاون، ريحانات وما أدري شو ما العوب يا حال. يعني الصبح أنا ما قلت لكم هالرجال أبوي اللي وياي علي ما جاب لي هم التين، يوم خبرنا الحين بيعنا هذا الرجال اللي عزمنا اليوم خطف بي على رأي الفكهاني. هيوم يقول ما شيتين ما شيتين، ها شوف والله عليكم، شوف شوف التين شوف التين، ها كان يبقى ما ينشل في طيارة ولا غيره. أربلة هلا علي خلاني يتوزع هذاك التين الشوكي داخلي غير تحرى السجم ما المسجمة، والتين هذا الفنان مكودني هاته عشان متفضخ ما زين حرامي المشمش التحراه مح مح بيتدحق ما زين الشكريج والله إن التغير يغير مح. وعنب البناتي عندهم لونين، العنب هذا الخضر وهذا الحمر وكل شكريج. وحين على موسم الهم بحين بخبركم به المصري. شوف الله عليكم داخل شقاي اقول يوم بخبركم اقول يغير مح، ها لان هذا الموسم ما لحينه في بلادهم وقند قند ريج. لكم شو اسامي الهمبلي عندهم، هذا شو حين الهمبه تيمور، هذا تيمور وهذا بعد تيمور برضه، ها وهذا فص فص، هذه يسمون عنه فص عويس، يطرون لك فص عويس وفص عويس، هذا فص عويس ها طالعوها، ها اصغر عن لوميه اصغر عن لوميه، العود هاي ها طول الرايب وديتين. شو الهم بها شو مانجا دي ايه سكري، ساي سكري ما شاء الله. وهاي فنس، هذا الفنس وهاي فنس تحيدون اللي رويك، هاي هاي عويس زين، وهاي فص عويس، هاي عويس ها اكبر وهاي فص عويس. شو صغيرون هاك كم صغارون، وفص عويس عادة الهنتين منهن عبارة عن لوزة هنتين، شفت اليوز مال لبنان كبر اليوز، هاي يسمونها فص، هاي شو شو اسمها، هاي زبديه، هاي زبديه، هاي زبديه بعد زين. وهاي شو هندي من شاوي، هندي من شاوي هذا نصكم. الحين التين هذا اسم التين برشومي، واللي اقدع منه ايه اللي قبل الموسم ده بلموني، بلموني ايوه. اسمك انت محمد، عم محمد اللي قبل ده قبل الموسم البرشومي ده اسمه ايه بلموني، اقدع من ده ولا اقدع بكثير كثير، شكرا. في منه الابيض صح؟ آه. لون اخضر ولون ابيض، وانه القدع ال100 100 الاثنين قدع المسكر مسكر بارك الله فيك حبيبي، جزاك الله خير.